بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدين متابعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. من هنا، من على أرضية هذا الميدان، من ميدان حقل التابع لمنطقة تبوك، اليوم السبت الموافق 16/5 لعام 1444 من الهجرة النبوية الشريفة، حيث الانطلاقات المتواصلة وشوطنا الرئيسي الأول والخاص بفئة الإجداع فما فوق من مسافة 8 كيلومترات. إذن 8 كيلومترات هي ما ستحمل لنا في طياتها الأسماء الكبيرة والشعارات المتواجدة معنا في هذا الشوط. لننطلق ونسير، وقبل كل شيء أتقدم بالشكر الجزيل لمن دعم هذه الرياضة، رياضة الهجن العربية الأصيلة، رياضة الآباء والأجداد. نبدأ ونسير بحضراتكم مع مقدمة الشوط، ومع المركز الأول، ومع أول الأسماء، مع أول الباحثين هنالك لهوب ويزيد بن عوض العطوي، من يقدم لنا لهوب على مقدمة الشوط. بينما المركز الثاني وثاني الأسماء في هذه اللحظات، وثاني المتقدمين يا مخرجنا العزيز، القادم في هذه اللحظات وصل الغراف السويلم بن حماد السويح، لمن يقدم لنا الغراف على ثاني التحديات. بينما ثالث الأسماء وثالث المنطلقين وصل مرضي غالي بن عبد العزيز العطوي، من يقدم لنا مرضي في هذا الشوط. غالي بن عبد العزيز العطوي والناموس غالي يا مالك مرضي معنا في هذا الشوط وفي هذه اللحظات وفي هذه الأثناء. إذن هكذا، ها هي الأسماء المتواجدة والمنطلقة على مقدمة الشوط والمندفعة في هذه اللحظات، الشعارات التي حضرت وتواجدت معنا في مثل هذه الأشواط، الأسماء التي قد حضرت للانطلاق معنا في أول أشواطنا لهذا الصباح. والثمانية كيلو يا إخواني هي مسافة وعمر هذا الشوط. لنعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط بعدما أتممنا النداء الأول على حضراتكم وعلى مسامعكم. لنعود إلى المركز الأول، إلى اللي غير بدوره إلى مقدمة الشوط، وإلى المركز الأول، إلى أول المنطلقين، إلى أول الأسماء، وإلى أول الباحثين. هنالك الغراف السويلم بن حماد السويحلي، من يقدم لنا الغراف على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. بينما هنالك التسلل والعبور من الجانب الآخر، هنالك مرضي، من يقدم لنا مرضي غالي بن عبد العزيز العطوي، من يقدم لنا مرضي على ثلاث أسماء. وثالثا هنا لهوب يزيد بن عوض العطوي، ها هي الأسماء التي انطلقت وسارت نحو الفوز والانتصار، نحو الرمز الغالي الذي ينتظر واحدا من بين هذه الأسماء ومن بين هذه الشعارات الكبيرة التي انطلقت معنا في أول الأشواط في أول الصباح. هنا في أول انطلاقاتنا مع أول الأشواط شوط الإجذاع فما فوق، لتنطلق الأسماء، لينطلق الغراف ولينطلق مرضي على مقدمة الشوط. هنالك الحوار الثنائي الكبير على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول يا من تقدم لنا الغراف. هنالك سويلم بن حماد السويح لمن يقدم لنا الغراف على مقدمة الشوط. وثانيا من الجانب الآخر، وثانيا هنالك من يحتل المركز الوصافة، هنالك مرضي غالي بن عبد العزيز العطوي، من يقدم لنا مرضي على أول التحديات وعلى المركز الأول ليتقدم بدوره إلى مقدمة الشوط، إلى أول والانطلاق إلى المركز الأول. غير في هذه اللحظات وانطلق بدوره إلى المركز الأول. ثاني التحديات هنا ما زال الغراف السويلم بن حماد السويحلي، من يقدم لنا الغراف على ثاني الانطلاق
الانطلاقات وعلى ثاني التحديات، بينما ثالث الأسماء وثالث الحاضرين وثالث المتقدمين وثالث المتسللين على ثالث التحديات. من القادم في هذه اللحظات ومن الحاضر في هذه الأثناء ليتقدمون وليحضرون في هذا الشوط الأسماء الكبيرة التي تواجدت معنا في هذا اليوم لتثبت لنا بأنها حاضرة ومتواجدة في مثل هذه الأشواط الكبيرة، في مثل هذه الأشواط العملاقة. مرضي مع مقدمات الشوط، من يحمل الرقم واحد وهو في الرقم واحد هنالك غالي بن عبد العزيز العطوي، من يقدم لنا مرضي على مقدمة الشوط. وعلى المركز الأول أبناء الميدان ما زالوا متمسكين بمقدمة الشوط، بينما المطاردة والملاحقة هنا من الغراف سويلم بن حماد السويحلي، من يقدم لنا الغراف على ثاني التحديات وعلى ثاني الانطلاقات وعلى ثاني الاندفاعات. إذن متابعينا مشاهدين الكرام، نعود بحضراتكم مع مقدمة الشوط، مع المركز الأول ومع أول التحديات، مع أول الانطلاقات، مع الأسماء التي حضرت والأسماء التي قدمت في هذه اللحظات، حيث قد نتجاوز لوحة 4 كيلومترات ونقبل ونتقبل على لوحة 3 كيلومترات. يا مالك مرضي، يا مالك مرضي، أوصل الجماعة في هذه اللحظات. وصل الكاظم ووصل مخلاب ووصل الغراف بهذا الشعار الكبير، بهذا الشعار المميز. وصل الكاظم فيصل بن حماد السويحلي، أن يقدم لنا الكاظم على ثاني التحديات. وثالثا وصل مخلاب أحمد بن حماد السويحلي، من يقدم لنا مخلاب. وهنالك من يقف خلف هذا الشعار الكبير، سويلم بن حماد السويحلي، من يقدم لنا الأسماء الكبيرة، من يدفع بالأسماء العملاقة وليتحرك في هذه اللحظات. ولكن مرضي مع مقدمة الشوط غالي بن عبد العزيز العطوي، ولكن غير في هذه اللحظات الكاظم فيصل بن حماد السويحلي، من يقدم لنا الكاظم على مقدمات الشوط ويغير بدوره إلى المركز الأول، ينتقل إلى مقدمات الشوط بدون أي استئذان وبدون أي ملاحظة. ولكن ثانيا هنا الوصول من مخلاب أحمد بن حماد السويحلي، من يقدم لنا مخلاب على ثاني التحديات، على
على ثاني الانطلاقات، وثالثا هنالك الغراف سويلم بن حماد السويحلي. الله على هذا الثلاثي الخطير، الله على هذا الثلاثي الحمر الكبير الذي ينطلق مع مقدمة الشوط ومع أول الأشواط، الكاظم ومخلاب والغراف ثلاثا. هنا الأسماء الثلاثة التي حضرت التي انطلقت سويا على مقدمات الشوط، أيضا وصل مرضي غالب عبد العزيز العطوي من يقدم لنا مرضي على رابع التحديات ويتقدم إلى ثالث التحديات، ولكن نعود مع راعي العوايد من عودنا في مثل هذه الأشواط، أيضا يحضر اليوم ولوحة الاثنين كيلومترات. يا من تتابعون ويا من تشاهدون، هي المسافة المتبقية من عمر هذا الشوط. حرك يلي تبت حرك وروح يلي تبت روح مع الفوز ومع الانتصار. الكاظم مع مقدمة الشوط فيصل بن حماد السويحلي، وثانيا مخلاب أحمد بن حماد السويحلي، وثالثا مرضي غالي بن عبد العزيز السويحلي، ورابعا هنا وصل الغراف سويلم بن حماد السويحلي من يقدم لنا الغراف، ولكن الكاظم. خلوني مع الكاظم مع مقدمة الشوط مع المركز الأول مع بداية الأسماء ومع الانطلاق الأول ومع أول الاندفاعات مع مقدمة الشوط. يا من تقدم لنا الكاظم، يا فيصل، يا بن حماد، يا السويحلي. 1200 هي المسافة المتبقية، هي المسافة التي بقيت من عمر هذا الشوط ليذهب الكثير ويأتي القليل من عمر هذا الشوط. يا سويلم، يا بن حماد، يا سويحلي، يا من تقدم لنا مخلاب ويا من تقدم لنا الكاظم على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. ونحن قد نقترب من الأمتار الحاسمة، من الأمتار المجنونة. بدأنا في التدريج نحو الفوز ونحو الانتصار ونحو الفوز الذي هو مطلب لكل الجميع ولكل ملاك الهجن. ولكن وصل في ثالث التحديات مرضي غالب عبد العزيز العطوي، ولكن عودتنا مع الكاظم. لا، مع الكاظم هنا ينطلق فيصل بن حماد السويحلي. يا بن حماد روح، يا بن حماد، وانطلق مع الفوز ومع الانتصار ومع المنعطف الأخير، مع الاتجاه الصحيح لبوابة العبور للأمتار الأخير. روح يا راعي الكاظم. انطلق في هذه اللحظة من يقدم لنا العروض الكبيرة كما عودنا دائما وأبدا في مثل هذه الأشواط. ينطلق الكاظم مع مقدمة الشوط ومع أول الأشواط ليسجل الهاتريك ويكرر الهاتريك كعادة دائما وأبدا في مثل هذه الأشواط. فيصل بن حماد السويحلي من يقدم لنا الكاظم مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. ثانيا مخلاب أحمد بن حماد السويحلي على ثاني التحديات بهذا الشعار الكبير وبهذا الأداء المميز. ولكن الكاظم، 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 الكاظم مع مقدمة الشوط مع المركز الأول مع أول التحديات ومع أول الانطلاقات، ينطلق مع أول الأشواط ويسجل الهاتريك. إذا تهانينا والناموس من هذه اللحظات نزفها من الأعماق لمالك الكاظم فيصل بن حماد السويحلي، من قدم لنا الكاظم في أول الأشواط على أرضية هذا الميدان. إذا تهانينا والناموس له على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما مثل أسماء وصل مخلاب أحمد بن حماد السويحلي أيضا قدم عرض شكرب عليه. بينما ثالث الأسماء وصل في هذه اللحظات مرضي غالب عبد العزيز العطوي.